مشاهدينا، اعتقلت قوات الأمن التونسية النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والمذيع في تلفزيون الزيتونة عامر عياد بتهمة الإساءة للرئيس قيس سعيد، وفي الوقت نفسه يحاول مجلس النواب العودة لاجتماعاته في الدورة البرلمانية الجديدة التي بدأت منذ أيام، غير أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في محيط البرلمان، كما تلقى بعض النواب رسائل تحذيرية. مشاهدينا، للمزيد أرحب ضيفي عبر الهاتف من تونس دكتور زهير إسماعيل الباحث والأكاديمي. أرحب بك دكتور زهير. ما هي الرسائل التي توجهها السلطات التونسية من خلال اعتقال النائب والإعلامي؟ نعم، وقع في البداية أعبر عن تضامني مع الصحفي عامر عياد والنائب بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف العلوي. هذا من حيث المبدأ، ومن حيث أني كنت ضيفا حاضرا في تلك الحصة المسماة حصاد 24، وحسب ما قرأنا في بعض المواقع هو أن القضاء العسكري فتح بحثا في الأستاذين انطلاقا من هذه الحصة. نعم. ولذلك فأنا يعني أعبر عن تضامني مع الأستاذين. وعمليا الواقع أن كنت في الحصة وكنا يعني ثنائي مع يعني مقدم البرنامج، لا أذكر إلا يعني استحضارا لنص أحد نصوص الشاعر أحمد مطر، ويبدو أن البعض ولا أدري بالضبط بنى على هذه على هذا النص يعني رأيا وتصورا وموقفا وربما يعني شيئا آخر، وكأن يعني ما زلنا نعيش مشكلا مع الشعر ومع تبين الشعر وتذوق الشعر. طيب إلى أي مدى دكتور زهير يشير هذا الاعتقال إلى أنه الحريات بدأت تضيق بالفعل في تونس، وبدأنا نعود إلى مرحلة القمع والاعتقالات التي كانت سائدة قبل الثورة التونسية؟ نعم، هو الواقع يعني الموقف المبدئي مرة أخرى هو لا لمحاكمة الرأي ولا يعني إحالة المدنيين على القضاء العسكري. المزعج في هذا هو توظيف أدوات الدولة في هذه المشكلة، في هذه الأزمة، وهي أزمة داخل الدولة، هي أزمة انطلقت داخل الدولة بين المؤسسات العليا في الدولة، المؤسسة التنفيذية الرئاسة والحكومة وكذلك مؤسسة البرلمان. وهذا عليه أكثر من علامة، وهناك اتجاه إلى يعني إجر هذه المؤسسات يعني بتاريخها الناصح حقيقة، وتعرفون ذلك منذ الثورة، بل حتى قبل الثورة كانت خارج التجارب السياسي، خارج كل رهان سياسي، ولعلها من الأسباب التي كانت وراء تواصل الانتقال الديمقراطي في تونس قياسا إلى تجارب أخرى في المجال العربي تعرفونها انتهت إلى احتراب أهلي. من بين أسباب الاحتراب هو دخول هذه المؤسسات السيادية في التجارب السياسي وفي الصراع الدائم. ولعلكم لاحظتم كذلك أن هنالك يعني موقف مشرف من نقابتين أمنيتين كبريين، نقابة الحرس الوطني ونقابة قوات موظفي التدخل، وكانت ضد بعض الدعوات الهامشية من بعض من ينتسب إلى النقابات في المشاركة للمشاركة في يعني مسيرة اليوم الداعمة للانقلاب. وكان في بيان هاتين المنظمتين ما يبين أن يعني 10 سنوات من التنميم الديمقراطي ومن الحياة السياسية كان لها تأثير على كل الجسم السياسي بما فيه مؤسسات الدولة باتجاه هذا التوجه الجمهوري، وهذا يعني نرجو أن تتم المحافظة عليه وأن لا يزج بأدوات الدولة في نعم. هذا المعترك. طيب هنالك إشارة من أحد الأحزاب النهضة أظن قبل قليل إلى أن اعتقال عبد اللطيف العلوي لعل له علاقة بما يعني ينتظر من انعقاد مكتب المجلس إذا بلغ النصاب، ويبدو أن حضوره يعني يؤكد هذا النصاب، وربما غيابه بل مؤكد
قد يلغي هذا النفاق. طيب إذا نحن أمام صراع اليوم، صراع شرعيات إذا صح التعبير، بين مجلس النواب أو البرلمان التونسي وبين الرئيس، مع دعوة رئاسة مجلس النواب الأعضاء للانعقاد، وهناك رسائل توجه إلى بعض النواب حسب بعض الأنباء، رسائل تحذيرية. إلى أي مدى برأيك سينجح مجلس النواب في عقد جلساته بأي طريقة كانت، وإلى أي مدى سيصل هذا الصراع بين الطرفين؟ في تقديري يعني معركة مجلس النواب هي جزء من يعني معركة أكبر اليوم نلمحها يعني من خلال أقول شارعين بل أقول موقفين، لأن في الواقع يوجد شارع ديمقراطي انطلق يوم 18 سبتمبر وهي انطلاقة مهمة جدا ولها ترميز قوي. مجلس النواب هو طبعا ضمن هذه المعركة، وخاصة يعني اليوم إذا تحدثنا عن اليوم وعن مجمل المسيرات التي حدثت وكأنها نوعا من السجال في مستوى الشارع، وكان يجب أن يقع في مستوى الدولة يعني، ولولا الانقلاب لكان هذا السجال وهذا الحوار في مستوى الدولة. فاليوم هنالك نوعا ما حرب تسمية، هل هو صراع بين النهضة ربما وعادة ما يرمز إليها بالبرلمان، وبين الطرف المقابل وخاصة الرئيس قيس سعيد؟ 18 سبتمبر أكدت أمرا آخر، كان لها موقف نقدي من 24 وأقصد ما قبل 25، وهنالك نوعا من التأكيد على أنه حدث تفريط في المسار أفضى إلى ما أفضى إليه، وهذا لا يبرر الانقلاب. 25 الذي طرح نفسه وكأنه عملية تصحيح، ولكن تبين حجم التضليل في هذا السياق. 18 سبتمبر أتت وكأنها هي فعلا عملية التصحيح، فكأنها أتت لتكشف عن الجانب الحقيقي في 24 وتفضح ربما التضليل في 25. فنحن أمام إذن تحول جديد حدث في الساحة التونسية، نحن أمام شارع ديمقراطي له عناوينه الواضحة، ويمكن أن نتحدث عما حدث اليوم من رد على 26. أشكرك جزيلا دكتور زهير إسماعيل الباحث والأكاديمي، كنت معي عبر الهاتف من تونس.